ويصعد الآن اللاعب العداء الدولي محمد بن عامر المالكي إلى المنصة الرئيسية ليتم تكريمه اليوم كشاب عماني استطاع أن يحرز الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية لـ 400 متر عدو في جاكرتا. محمد بن عامر المالكي علقت الميدالية على صدره وسلمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم هدية خاصة، وتقدم جلالته حفظه الله وهز على يد هذا اللاعب المثالي، هز على يد العداء الدولي محمد بن عامر المالكي. فرقة موسيقى الشرطة السلامة السلطاني معلنة نهاية هذا الاحتفال الكبير وهذا المهرجان الرياضي الضخم الذي تم تكريم الشباب العماني فيه، والذي يأتي في إطار احتفالات البلاد بعيدها الوطني 15 المجيد. ألف مبروك لنادي فنجة فوزه بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لكرة القدم للأندية، وألف مبروك لمنتخب المنطقة الجنوبية.